ايه رايك في الحلقه؟ انت ايه رايك؟ حلوه. وكنت عايز تثبت الست اللي كانت بتكلمك في التليفون؟ جوجو جوجو بذمتك يا فتحي، صوت جوجو مش كان حلو قوي قوي يا ريس؟ انت حساس وبتحس الناس الحساسه. اسكت يا فتحي. غريبه جدا صوتها فيه بحت. بس كلكم زي بعض. اللي اقول لي يا توحه، صحيح مين اللي قطع عليا المكالمه وانا مع جوجو؟ ميرسي يا توحه. ايه يعني المشكله؟ انا اللي قطعت الخط، في حاجه؟ ده انت بنت تيت. بقول لكم ايه، انا مش فاضيه الكلام ده، وجوجو وصوتها وحلو. انا كلمت هبه وبتقول انها نازله دلوقتي. انا كمان جاهز، انا مستني بس الاخ زين بيقول لي انه هيلبس لبس الشغل. يعني ايه لبس الشغل؟ ايه لبس الشغل؟ مش فاهم. ايه لبس الشغل؟ طيب يا ريس انا همشي بقى، محتاج. لا تمشي ايه؟ اوعى، انا عايزك. في حاجه؟ انتوا بتسالوا كتير ليه؟ انا اسف. هبقول لك في العربيه. ماشي. خلاص يا زين. زين. ايوه يا استاذ. انا جاهز يا استاذ. ايه ده؟ زين. الله. انت عرفتيني ازاي؟ ايه يا زين اللي انت عامله في نفسك ده؟ احنا لو قابلنا اي كمين في الطريق هيقبضوا علينا بسبب حضرتك. شكلك حرامي انكست بصراحه. شيل الزفت اللي على دماغك ده. انا ما عرفتوش في الاول بس ريحته اكدت لي ان هو. انت رايح تفتش الشقه زين ولا ايه؟ الله، انت عرفت منين؟ انت قلت له يا استاذ؟ لا بس كنت لسه هقول له. انتوا جاهزين يا جماعه؟ جاهزين يا استاذ. يلا على بركه الله. جاهزين ليه؟ أنا آسف. أنا آسف. جاهزين؟ أوكي. يلا. جاهزين. والله الشحنة يا زين اللي طلعتك الحلو بتاع الزمان. هي مش هوا زوزو. فاكرة لما الواد سرق منك البوتاجاز ورحت جبت لك اهو التلاجة؟ والفرن. عارفة يا بنتي يا هيا؟ ده لازم كان ياخدوه في البوليس أو في الحربية. ده؟ زين؟ أيوه. طب ده حتى ست ناجي الجنزي المفروض تاخده في المهمات الاستخبارية بتاعتها. على أساس ان الاستاذه نادية الجندي نفسها كانت شغاله في المخابرات المصريه. ايه اللي انت بتقوليه ده يا زوزو؟ مالك فيه ايه؟ ايوه ده انت بتتريق على كلامي ولا ايه؟ طبعا بتريق، بتقولي اي كلام في اي حته. لا خالص يا زوزو، هو ما يقصدش يا حبيبتي، ما يقصدش. لا يقصد، بعربيه الجيلاتي اللي راكباني يا جي. جيلاتي؟ ماشي يا زوزو ماشي. مش وقت تهريج انتوا الاثنين. طبعا كل واحد منكم عارف هيعمل ايه. ان شاء الله، بس ربنا يستر. بس طبعا يا استاذ. تمام. زين. ايه ده؟ زين. زين انت نمت يا زين. والله ايه؟ هعترف بكل حاجه دي. ده مش قلت لك لازم ياخدوه في البوليس؟ حمزه بيه، حضرتك متاكد ان زين بعد ما حلم ونام انه اتقبض عليه انه هيقدر يعمل حاجه من اللي قلت له عليها؟ ايوه طبعا. ايه يا زين يا ابني مالك؟ في حاجه؟ انا جوعت يا استاذ. طيب ده خلص العمليه ونروح على البيت واعمل لك البيض اللي انت بتحبه. عيون يا استاذ؟ عيون يا استاذ. اتأخروا قوي. استاذة آية، احنا وصلنا فين صحابك؟ احنا في نفس المكان اللي قولك عليه. لا هما اكيد العربية اللي قدامنا دي، ثواني هكلمهم. آية يا بنتي، وانت جيتي بعربية ابوكي؟ بعربية بابايا. انتوا فين؟ احنا العربية اللي وراكي بالظبط. بصي وراكي كده. بقولك ايه، معاكي الفلوس؟ معايا. طب يلا هاتيهم بسرعة. ماشي. انت بتعمل ايه يا زين؟ بستعد يا استاذ عشان المهمه. انت تسكت خالص وما تعملش اي حاجه لما اقول لك. انت مش هتنزل دلوقتي. ايوه فتحي، هما اللي ينزلوا. انزلوا بسرعه، خليكم في المحل وتحاولوا تعطلوه. انا هرن لك على الموبايل، ماشي؟ بعد كده زين انت هتنزل. يلا. طب وانا يا استاذ؟ لا يا زوزو انت هتفضلي معايا، انا سايبك للحظات الحرجه. اهلا يا هبه. الفلوس.
ايوه ايوه فتحي يلا انزلوا جوه بسرعه. حاضر يلا يا فتحي. ايوه يا تنسي ان احنا خرز. حاضر كرسي بجد ان انت جيت معايا. طب يلا أزل. مش وقته. استاذه انت عامله انت فين؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ انت اترستي ولا ايه؟ لا 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 لقيتك انا ماشي كده لوحدي في التجمع اللي انت شايفاه ده وما لقيتش حد عرفني. لا 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 بجد ولا ايه؟ انا فرحان قوي ان انت اترستي يا رب والمره الجايه قبلك عندك شلل اطفال. وتستاهل اللي حصل لك ويا رب ونوع يا رب. انت مالك فيها؟ انت عامله حاجه وهربانه ولا ايه؟ هو انت هتكلكسي. طب بصي بقى انا هتكلم معاكي كلمتين جوه قلبي. اللي حصل فيكي ده من غضب ربنا عليك واللي عملتيه فيه. عشان قلت لك يا استاذه انا عايزك توقفي جنبي. انا مخرج كليتات محترم وعايزك تقف جنبي والنبي. ايه شغليني معاك في اي برنامج. طيب طب امشي انا يعني؟ طب ما تاخريش علي. ماشي خشي بقى تطلع الله يشوف انت رايحه فين. ايوه ميكي هو ايه يا عم؟ معلش بقى سوري يا سوري بقى خلاص بقفل خلاص حبيبي. طب اكلمها زين. يلا دلوقتي امرك ما عليك. خد الفلوس. انت رايح فين بس؟ مؤاخذة نسيت. هترغي؟ انت عارف انت هتعمل ايه؟ سمعها في ودنك وانا اكلمك. اوكي ماشي ما عليك وامرني. ايه عم كلب البحر؟ عم سبع البحر؟ عم سبع الليل؟ ايه عم سبع الليل اللي انت عامله في نفسك يا عم؟ متخفي ولا ايه؟ سبع الليل مين يا عم؟ الله يصلح حالك روح. عم سبع الليل اللي كنا قاعدين بالليل لما قعدنا نتكلم لحد ما النور طلع علينا. مش انت كنت عايز تمثل ولا ايه؟ نسيتني انا موحى موحى المخرج العالمي. شوف ده انا عرفتك ازاي انت؟ وانت عرفتني ازاي؟ حماقه استاذ حماقه المخرج. حماقه اسمي موحى مخرج العالمي. انت هتلخبطني في اسمي. وبعدين انت حاطط الكنانه دي على ابوك عشان ما تعضش حد ولا ايه؟ الفلوس الخزازير. حبيبي يا عم كلب البحر. بقول لك ايه، انت بتعمل ايه في المناطق النظيفه النائيه دي؟ ماشي ماموريه خاصه. بتوع بقى ايه ايه؟ ماموريه خاصه. يا عم ماموريه خاصه جاي بتراقب حد يعني؟ موزه هربانه منك وجاي بتراقبها يعني ولا ايه؟ يا عم ما تفضحناش وطي صوتك بقى. وطي صوتي ليه يا عم زين؟ ما انا عارفك، انا اول مره اعرفك. ده انت حبيبي يا عم. انت بتراقب حد هنا ولا ايه؟ الناس اللي عم زين بيراقبكم. إيه؟ انت مش قلت لي هتكتشفني موضوع التمثيل؟ طب ما انا قلت لك انسى موضوع التمثيل ده. انت مالكش في التمثيل. ابقى بضرك وضر البني ادمين لو خليتك تمثل. انا انت جاي بتعمل ايه هنا بجد؟ ماموريه خاصه، افهم بقى. طب ما تاخدني معاك في الماموريه الخاصه دي وابقى دراعك اللي في النص واعمل لك كل الامنيات اللي تتمناها في حياتك المستقبليه. دراع اللي في النص؟ انت لو دراعي اللي في النص انا هقطعه. يا عم انا ماليش في الاخراج وبكرهه. اقف جنبي ابوس ايدك والنبي يا عم كلب البحر. خليك جنبي. اقف جنبي وانا اقف جنبك انت. طب وايه اللي انت لابسه ده؟ عجبك البنطلون ده؟ انت عارف البنطلون ده عم سابع الليل كل اللي انت شايفه عليه دي جوايز. جوائز؟ جوائز من مؤتمرات وحاجات عالمية كنت بدخلها بالكليتات بتاعتي مسابقات، ولما اخسر او مسرع الجايزة واملزقها على البنطلون
عشان انا ماشي في طريق الشهرة والنجومية افتكر المستقبل البار العظيم اللي مستنينا يا عم سبع الليل. بس يا عم ده انت ضايع، ايه الحكاية والسيجارة الدايت اللي خربت مخك دي يا عم؟ يا عم اصحى بقى. السيجارة دي بقى لها 4 ايام انا تايه في المنطقة ومش عارف اروح، بقى لها 4 ايام بشرب السيجارة دي ومش عايزة تخلص. بص يا عم سين قول لي انت جاي بتعمل ايه وانا اقف جنبك. ما تفضحناش بقفلتك الطين دي يا عم. مش هفضحك بس عرفني انت جاي هنا بتعمل ايه يا عم زين؟ مش شغلك، خليك في الفيديو كليبتات اللي انت بتعملها دي. يعني انت هتمشي دلوقتي ولا واقف معايا شويه لحد ما البتاع ده يخلص؟ انا جاي في مأموريه خاصه اقف معاك انهي الايه دلوقتي وانت متدرمخ كده. ما تصحى بقى يا عم، فوق لي بقى شويه. طب بص يا عم زين، اخر كلمه اقولها لك واشهد عليها ربنا عشان اكون صريح معاك. قول. انت ما تنفعش اي حاجه خالص غير ان انت ربنا يسهلك ان شاء الله وتكون معدي كده في خناقه وتتضرب طلقه وتموت ويبقى خلاص عم زين انت من الوجود. تقل على الله عم زين وسيبني عشان والنبي انا تايه ومش عارف اروح ازاي. صدق انت زباله. الله يخليك يا عم زين. ولا يا عم زين الباب يا استاذ، المأمورية الأولانية نجحت. وطي صوتك يا ابني هتودينا في داهية. يلا خش دور على أوضة النور. اقفل النور يا غبي، بتفتحه ليه؟ الله، أنت عرفت منين يا أستاذ؟ يا ابني وأنا مش قدام الشقة؟ لا طب وأنت واقف بره ليه ما بتفضل حضرتك تدخل؟ اخلص يا سمج، لو معاك كشاف طلقه يلا. نسيت اجيب له حجاره يا استاذ. ده وقت تهريج يا زين. الموبايل اللي معاك فيه كشاف؟ الله نور يا استاذ. اخلص اخلص يلا، طلع الموبايل ودور على اوضه النوم. انا شفت الحمام وفي قاعده جنب الحمام وبصراحه مش لاقي اي اوضه نوم. مفيش اوضه نوم ازاي يا ابني؟ انت دخلت مراحيض ولا رحت يا ابني؟ ازاي في شقه ما فيهاش اوضه نوم؟ يخرب بيتك والله العظيم ما في اوضه نوم. بس هو في باب مقفول كده يعني، ما اعرفش يكسره يعني، جايز يكون هو ولا حاجه. اه بعد اذنك. لقيت اوضه النوم؟ يلا خش جوه وافتح الدولاب. الكلب ده مش عايز يتفتح، ده اكسره ولا ايه يا باشا؟ لا افتحه من غير ما تكسره يا رب. يا جدعان برافو يا زين.
وظيفتهم يا استاذ. يا غبي، ما احنا عاوزين نشوفها برضه. بص يا زين، اخفيها بس بشكل مناسب كويس يعني. بسم الله ما شاء الله عليك، كأنك معايا. لا ده انا عاجبك قوي. قول اي تمام عليك. انت فين يا زين؟ انا خرجت من الاوضه اهو. زين زين، انت فين؟ زين زين مين ده؟ المطبخ. مؤاخذة عليك، مكالمة اتقطعت. طب ما تجرب تاني. تليفون مقفول. وحبيبتي دوت تندر. الله عليك، تسلم ايديك. وحبيبتي دوت تندر. الله الله الله. لا مؤاخذة بقى معاك، ساعة البطون تدور عقول. اتفضل يا عم الشيف عشان ينفع عيش وملح. ايوه 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 ايوه. اوعى تقول للاستاذ حاجه. ها خليك كده شيك وانيق. ولا حراميه انا ولا ايه؟ ولا ايه؟ اظبط يا والمصحف اطلب لكم البوليس. يلا انا غور من هنا والمصحف اطلب لك البوليس. عزيزه يلا انزل. حاضر يا استاذ. حاجة عيب كده ما يصحش. ايه يا حاجة؟ انا تعبانه عندي السكر. الف سلامة عليك. عندي السكر يا سكر. ماشي شكرا شكرا. اطلب لك الاسعاف. طيب لا تعالى جنبي وانا ارتاح. عندي السكر يا سكر. قد وقتي. لا ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك. اقصى عليك. ماشي يا حاج، قولي لي وانا ساعدك. بلاش تسالني، مش هيعجبك ردي. هو بيعمل ليه كل ده يا استاذ حمزه؟ مش عارف، هيضيعنا الغبي. اروح لاستاذ حمزه؟ لا، ما انا قلت لك بلاش زين. ممكن تهدي شويه؟ اروح لاستاذ حمزه؟ لا. اه الله، امسكي نفسك امسكي نفسك يا حاج، امسكي نفسك. اتحرش بيا بقى، اديني قبلة الحياة يا ست. انت تحرش بيكي ايه بس؟ انا عايزة يا ست. عيب عليكي كده. هات لي اناناس يا اناناس يا ست. وما ينفعش اللي انت بتقوليه ده يا ست. اناناس يا جماعة، في عصير هنا في المحل، حد يشوف الست دي. يا حلوة يا معجباني. معجباني ايه دلوقتي يا ست انت بس؟ عايزة قبلة الحياة عشان افوق. طيب يا جدعان، حد يجي يشوف الست دي. اديني قبلة عشان اقوم بقى. يا واد ما تتقلش عليا.
عايزه فوق. طب اتحرش 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 يا ست يا ست. عيب كده. اي 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 لا 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 حرام عليك. يا ست حرام عليك. لا لا مش كده. يا ست يا ست امسكي. يا لهوي يا لهوي انت يا لهوي انت يا لهوي. الله يخرب بيتك يا زين زي ما خربت بيتنا. اروح له يا استاذ حمزه. يا ابني اتهد بقى. تاخد سيجاره وتسكت. لا تمام اهو. انا جيت نورت البيت. المهم تمت بنجاح معاليك. انت اتاخرت ليه؟ كنت فين؟ قلقتني عليك. الموبايل فصل شحن معرفتش اكلم عليك. موبايل فصل شحن. اركب. استاذ حمزه. نعم. بالنسبه لعزيزه. عزيزه مين؟ زوزو. زوزو قلبناها نور بسرعه. ده نور. ايوه. لا يا خرابي يا لهوي. لا لا يا ست. ايه يا ست؟ تعالى بس تعالى. روح فين يا ست انت؟ الله يخرب بيت عينيك. اوعى ايه 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 يا ست يا ست اهدي اهدي. انت مش تعبانه؟ اهدي اوعى. ما منكش راجه جاتك خيبه. ايه القرف ده؟ استاذ. ايه 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 استاذ خير؟ عايز مين؟ عايز الاستاذ ايه. مفيش حد هنا اسمه ايه. الاستاذ ايه لسه داخله من شويه قدام عيني. انا موحى. موحى يعني مخرج العالمي. مخرج الكليتات المحترم اللي بيتشاهده هم الالمين المجتمعين في الارض كلها. عايز الاستاذ ايه والنبي. والله يا موحى ما في حد هنا اسمه ايه. والله طالما انت حلفت بالله انت جمال استاذ حسين فهمي في فيلم الخطيئه وهي. ربنا يخليك يا باشا. وانا حبيتك حضرتك بقى. معلش يا 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 والله العظيم يا هو ما في حد هنا اسمه ايه. والله. طب انت مصدقني يا عم ولا لا؟ انت شكلك صادق. بس انا عايز ايه عشان انا طبعا عندي 3 جنيه ونص ورد الربيع اللي هناك ده وزود فيه الربيع شويه. خد يا معلم خد. عايز الوردة دي؟ دي؟ دي عايز دي؟ لا ورد الربيع ده ورد الخريف. ما تضحكش عليا. طب اختار الوردة يا عم اللي انت عايزها. عايز بص انا عايز الوردة دي. الوردة دي عارف بتفكرني بالحاجات اللي بتبقى واقفة دي ملهاش أي لازمة. إيه يا عم ده؟ بص أنا هقول لك على حاجة عشان أخلص معاك الموضوع. أنا من الآخر كده أنا تايه في المنطقة وما صدقت ليه تستاهل عشان هي عارفة أنا محل إقامتي فين وتروحني. فأنا من الصبح قاعد أشرب البتاع ده ومش عايز يخلص. والنبي يا أخي اتصل لي بيها. هتصل لك بيها. أنت حضرتك ابن أنت اسمك إيه؟ هتصل لك بيها يا عم. يا عم اسمك ورد عليا. يا عم اسمي زفت يا عم. اسمك زفت وأبوك اسمه أطران. الله يكرم أصلك يا عم. الله يكرم. شكرا 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 يا شكرا شكرا. لو انت وراك حاجه اتكل على الله ودمك انا اخويا وده كل الربيع ده انا هحافظ لك عليه لحد ما تيجي وما تقلقش من اي حاجه. ماشي ماشي يا حبيب قلبي. شكرا الف شكرا يا باشا. طمنا شكرا عليك بقى. شكرا. طب بص بقول لك ايه لو حد دخل. طب دي صيدليه ولا ايه؟ طب بص يا الحلم اصبح حقيقه. مش قادره اصدق. معقوله بالسرعه دي؟ ايوه كده بقى. ما يجيبها لستاتها. ده غير ان حسام هيوزعها كويس جدا. حسام ظهري يا بنتي ما تعرفيهوش؟ لا ما اعرفوش. ده صاحب اكبر دار نشر يا انجي وعنده بيزنس كتير قوي وهو الوحيد اللي سمع فكره المجله بتاعتنا واتحمس ليها وقرر انه يطبعها وينشرها كمان. على فكره بقى هو مستنينا النهارده كلنا عشان يقابلنا. لا ربنا معاكم. انا عندي مواعيد كتير قوي النهارده. وانا كمان خالص مش هقدر. خلاص هروح انا وانتي. ايه ده لازم اجي معاكي؟ امال هتسيبوني لوحدي يعني يا انجي؟ ها جايه ولا ايه؟ خلاص حاضر. ايه ده وبس ان الفيدباك يكون كويس. يا رب. يا رب ان شاء الله. إن شاء الله. صباح الخير. صباح النور. محشي على الصبح. واحنا هناكله دلوقتي. ده للغدا. قديمة انتي برضو يا ماما. قديمة يعني ايه يا بت؟ يعني تصحي الصبح بدري وتحضري الأكل وتنظفي البيت من نجمة.
دي الاصول يا بنتي، انا اتعلمت كده من امي وامي اتعلمت كده من امها. ده انا دلوقتي بصحى متاخر. انا امي كانت تصحى 5 الصبح، الساعه 6 6 ونص يكون الغدا خلصان، تيجي بقى الساعه 7 من 7 ل 11 تدوري على البيت تلاقيه زي الفل وقاعده مستريحه. قعدت؟ أه؟ طيب تقعد تعمل ايه؟ تريح يعني بقى. اف ايه الزهق ده؟ ايه الهدف من الواحده تكون حياتها كده وبس؟ اصل انا ما ربيتكيش زي ما انا اتربيت. انا امي كانت بتزرع فيا من وانا صغيره ان لما اتجوز راحت جوزي دي اهم حاجه عشان يشتغل وينجح، انما انت اصلا ما تربيتيش. انا اتربيت صح. بقول لك ايه، انا مش عايزه وجع دماغ ومقاوحه، انا عندي السكر. يلا قومي روحي اوضتك البسي وروحي الشغل. طب ما تكبري دماغك من المحشي توت على غديكي بره. زي الفطار اللي ما عرفتش افطره، ابقى عبيطه لو جيت وراكي تاني. ماما انت ما عرفتيش تتبسطي عشان في حاجات ما بتعرفيش تعمليها اصلا. انت بتشمتي فيا عشان ما بعرفش؟ انا اشمت فيكي برضو، بس انا قصدي انك تتعلمي شويه حاجات هتفرق معاكي كتير. تعلمي شويه اتيكيت. اتيكيت؟ اتيكيت. طب ما تعلمي انت. انا ما ينفعش، لازم يجي حد يعلمك. هنا؟ في البيت؟ هنا في البيت. انت اتخبطتي في عقلك ولا ايه يا بت؟ انت عارفه ابوكي ده هيعمل فيا ايه؟ هو بابا هيعرف منين؟ انا هجيبه الصبح بعد ما ينزل، هو مش هياخد معاكي اكتر من اسبوعين. والنبي يا ماما، والنبي عشان خاطري تعملي كده. هو ينفع يجي البيت الصبح؟ هو مين بقى ده اللي هيجي الصبح؟ ده السباك يا حاج. ناس تخاف ما تختشيش. اخلص يا سفنة. وسباك بقى يجي يعمل هنا ايه الصبح يا وليه؟ ما تصطبري لما انجع. بتخاف عليها يعني؟ بنت انت مالكيش دعوه، فاهمه؟ لا تتدخلي في من لن يعنيكي. ماشي يا بابا. كبسه كبوسه كده؟ انت زعلت يا جميل؟ لا ما تزعليش، ها؟ ليكي في كل حاجه. اهو دلعك ده هو اللي بوظها. ضحكتها عندي بالدنيا يا حاجة. ها؟ اضحكي كده يا بنت، يا بنت اضحكي. ها؟ احلى حاجة في الدنيا. بقول لك ايه؟ انت عملت ايه في الواد اللي اديتيه له الفلوس؟ اللي مع الواد ده وديتيها ولا لا؟ اديتهم له بس بمعجزة. معجزة؟ يعني ايه بمعجزة؟ اقعد احكي لك عشان دي قصة طويلة. لا يا حبيبتي انا مش فاضي. عندي مشاوير متغلتله. مشاوير كتير ايه يا حاج؟ وانت من امتى بتتكلمي يا حاجه وتسالي؟ من النهارده. ايوه يا امي كده، خلي شخصيتك قويه. بنت انت مالكيش دعوه، خلي بالك البنت دي ممكن تخرب عليكي وبعدك. طب انت ليه مش عايز تقول انت رايح فين؟ ايوه يا بابا، لا يكون عندك بنت تاني ومش قايل ويطلع لي اخوات وانا مش عارفه. ويبقى ليا درة واكيد هتبقى اصغر مني واحلى. ايه النسوان اتجننت؟ انتوا اتجننتوا على الصبح؟ ها؟ يا وليه انت خلي بالك، خلي بالك المسلسلات التركي دي بلوظت دماغك، خلي بالك. وانت يا اختي ما تقعديش تتكلمي معاها، هي عقلها مش ناقص. ما تقولش كده، ماما ام العقل كله. ام العقل كله؟ ماشي يا ستي، اسيبك انت ام العقل كله. يا حاجة، يا حاجة أنا رايح البنك يا حبيبتي. ها؟ عارف البنك؟ اللي بتدخل فيه فلوس وتطلع فيه فلوس. وبعد البنك رايح الشغل الوانك. ها؟ وبعدين عندي اجتماع، اجتماع مهم أوي يا حاجة. مع المديرين بتوعي يا حبيبتي. استريحتي؟ أحب جو النظرات ده اللي ما بينكم. مالكيش دعوة بالنظرات اللي بيننا. يا جميل يا ولد. بقولك ايه يا بيت، انت شغلك عامل ايه؟ بقالي يومين ما روحتش، ماليش نفس اشتغل. لا لا يا حبيبتي، انت لازم تنشطي، انشطي يا بيت، لان موضوع المصنع ده لسه في دماغي. المصنع؟ المصنع. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج.
ايه يا بنت؟ ايه؟ انت هتفضلي قاعده كده بحلقي في الهوا؟ ما تساعديني. ساعدك في ايه؟ خدي امسكي الكوسايه دي كملي تقويرها. امسكي. زي ما قلت لك الورق لازم يكون جاهز بكره. خلاص؟ اوكي باي باي. انت ايه اللي جابك؟ في طريق الكلام؟ انت عارف اسلوبي كويس وانا ما بحبش اللي انت وراكي حاجه دلوقتي؟ ليه؟ وراكي حاجه ردي. على حسب. في حاجه؟ يلا عشان نلاقي رخام عشان ندعي عينا المهندس. اكمل الاول عشان ما تستغليش اني بحبك. انا فعلا ببقى مش عايز ارفض لك اي طلب بس حسي بيها شويه. يلا يلا تعالي معايا وهرجعك. لا استنى، تعال انت سوق العربيه وبعدين رجعني. انا مش عارفه راضي عنك ليه. فعلا؟ ايوه. الاستاذه عزه والاستاذه انجي موجودين. خليهم يتفضلوا. ايه الاخبار؟ بارك يا تمام. انجي حسام طاهر. انتي انجي بقى؟ بتضحك ليه؟ لا انا كنت بس فاكرك اكبر من كده. على فكره انتي لازم تغيري الصوره بتاعتك. ايه الصوره مش عاجباك؟ لا بس انتي احلى بكتير والناس لازم تشوف الحقيقه. المهم احنا المجله النهارده بقت في السوق فمبروك. مبروك علينا. لا لسه انا هفرح كمان شويه لما اطمن انها اتحركت. طب وايه المؤشرات اللي تقول كده؟ احنا النهارده موجودين عند كل بائعين الجرايد والنوادي ومحطات البنزين والمكتبات اكيد والكوافيرات. يعني تقدري تقولي مغطيين على قد ما نقدر. طب كويس قوي كده. لا الكويس بجد ان واحده تشتري المجله او واحد والواحد يقول للواحد والواحد يقول للواحد والدنيا تمشي. طب وده يبان امتى بقى؟ اسبوع وهكلمك على طول. يا خير يا سوري مش هقدر اكمل معاكم كده على طول من اول عدد يا حسام. ده بيزنس عزة. بليز يا انجي خلي عزة تحكي لك. لما جت قالت لي على فكره المجله انا انبسطت قد ايه. انا اصلي ما بشتغلش في المجلات خالص، انا بطبع كتب بس. بس الفكره عجبتني وحلوه جدا والعدد الاولاني انتوا عاملين فيه مواضيع حلوه قوي. طب ايه اكتر حاجه عجبتك في المجله؟ كلها بصراحه بس الريبورتاج النهايه برافو انجي هايل. ايه يا حبيبي انت كويسه؟ طيب نامي وانا مش هتاخر. حاضر. طب بقول لك ايه بقى، نبتدي نجهز للعدد التاني ولا نستنى لما انت تقول لنا؟ لا طبعا اشتغل، انا عندي ايمان قوي بنجاح المجله دي ان شاء الله. بس في وجهه نظرك يا انجي انتوا هتعرفوا تكملوا بالقوه دي؟ طبعا واقوى. طب بعيد عن انك ناشر بقى كمواطن عادي، يعني لما قريت المجله عجبتك؟ هي المجله ما فيهاش حاجه مش حقيقيه بس في جزء كبير من الرجاله ما بيحبوش يتعروا قدام نفسهم او ان حد ينتقده. بس الستات دفنت اللي هيقروها وده المهم. زبون المجله الست مش الراجل. صحيح فين صفاء وهند صحيح؟ عندهم مواعيد. طب يبقوا باركوا لهم بالنيابه عنهم. اوكي يلا بينا يا انجي. جود لك يا عزه وفرصه سعيده جدا. مرسي. انا اسعد.